بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم مع بعض النهاردة على ازاي نعمل مشروع باستخدام برنامج النت بينز في الجافا، وده يعتبر اول حلقة في النت بينز. اول حاجة طبعا احنا بعد ما بنعمل انستول للنت بينز بنفتح قائمة ستارت، بعد كده بندور على نت بينز، هنلاقي نت بينز اي دي اي. اي دي اي دوت معناها برنامج بيقدر يدير المشاريع اللي احنا بنشتغلها. المشروع الواحد بيتحط فيه اكتر من ملف. في البداية خالص يفضل ان انت بتعمل فولدر يكون فاضي، تمام، فولدر كده مثلا يكون ماي نت بينز بروجكت، مشاريع النت بينز بتاعتي يكون فاضي عشان تحط فيه كل مشاريع النت بينز اللي انت عايز تعملها. بعد كده هتيجي تقول له فايل نيو بروجكت، مشروع جديد. طبعا في انواع من التطبيقات، في انواع كتير من التطبيقات، انت دلوقتي بتختص بالجافا وجافا ابلكيشن، وتقول له نيكست، هيدي لك اسم البرنامج وليكن البرنامج اسمه سام ونمبرز، ده اول بروجرام. مكانه فين مكان البرنامج دوت؟ هتقول له والله مكانه انا عايز احطه في المنطقه دي، فتقول له براوز، يا اما تقول له براوز وتحدد له المكان، ماشي، وتقول له اوبن، هيكتبه لك المكان هنا. هو بيقول لك اعمل لك كلاس اللي فيها داله المين، قول له لا شكرا انا مش عايز، انا هعملها بنفسي. تاني الاوبشن ده انا بشيل الصح هنا عشان انا هعمل كلاس بنفسي اللي فيها داله المين. هو بيديك اوبشن ان هو يعملها لك، قول له لا ما تعملهاش انا هعملها. بعد كده هتقول له فينش. بص بقى، في هنا بيكريت نيو بروجكت، تمام. اول ما بيكريت نيو بروجكت هتبص تلاقي فتح لك المشروع، بس طبعا احنا قلنا له المشروع بيكون فاضي ما فيهوش اي اكواد، وبيتحط له فولدر هنا باسم المشروع. هو انا عامل رايت كليك واقول له نيو جافا كلاس، وهسمي الكلاس ديت وليكن سام تو نمبرز، اي حاجه اللي انت عايزها. بعد كده تقول له ايه فينيش، هيعمل لك الكلاس اوتوماتيك. بيعمل لك كومنت ممكن تشيله، والكومنت ده احنا هنستفيد بيه بعد كده قدام. هنقوله public static void main بقى، فاكرين بقى حافظين، يلا نكتب مع بعض public static void main. بس في اختصار هنا في النيت بينز حلو قوي، ممكن اكتب بي اس في ام ودوس تاب، زرار التاب يقوم اوتوماتيك كاتب لي داله الايه، داله المين. لو الكود اتلخبط مني ممكن اعمل رايت كليك واقوله فورمات، فورمات يقوم يشكله لي ويهيئه لي. يعني اذا هو بينسق لوحده، فانت مش محتاج تنسق بقى، والناس اللي ايه اللي مش بتنسق تقدر تنسق باستخدام النت بينز. بعد كده انا كنت بقول له انتجر اكس واي وزد، بعد كده اقول له كونسول او اقول له سيستم، عايز اطبع سيستم على فكره برضو ليها اختصار، على فكره اس اوت وتاب يقوم كاتبها لك، وتقوم تقول له باك سلاش تي وتقول له سم تو نمبرز. ولو عايز تكرر السطر تعمل شيفت وكنترول وسهم لتحت، شيفت كنترول سهم لتحت، تمام كده تكرر الاسطر، شيفت كنترول سهم لتحت. بعد كده ايه، تبدا تدوس داش 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 لحد الاخر. بعد كده عايز تقرا، طبعا شروط القراءه ان انت تعمل اوبجكت من سكانر، واسكانر المفروض ان انا اضيف لها الامبورت بتاعتها، فيا اما اكتب الامبورت يا اما ادوس كنترول سبيس، كنترول سبيس يقول لي انت تقصد سكانر في جافا يوتيليتي، ادوس دبل كليك يقوم اوتوماتيك حاطط لي امر الايه، الامبورت بتاعها. سكانر اس بتساوي نيو سكانر سيستم دوت ان وسيمي كولون. النت بينز اديتور جميل جدا تقدر تستفيد بيه. اكس بتساوي طبعا اول حاجه اس اوت هنا عشان اقول له انتر ايه، بس اشيل اللين، انتر اكس يساوي، اكس بتساوي اس دوت نيكست انتجر، بعد كده اس اوت وشيل اللين، انتر واي يساوي، بعد كده واي تساوي اس دوت نيكست انت، بعد كده زد تساوي اكس زائد واي، بعد كده الطباعه ذا سم از زائد الزد. طيب ده كده البرنامج خلصناه. طب عايزين نرن، شوف الرن بقى في كذا طريقه للرن. اول حاجه ان انا اعمل رايت كليك على الملف واقول له رن فايل، اقول له رن فايل،
بيعمل كومبايل لوحده اهو، هيدخل لي 3 انتر 4 انتر، تمام. والطريقة التانية للرن ان انا اجي على الملف نفسه واعمل رايت كليك واقوله رن فايل، هقوله رن فايل برضه هيطلع لي 4 هنا 5 وتطلع الناتج. في طريقة تانية بقى، ان انت ايه تيجي تعمل على البروجكت نفسه على المشروع نفسه رايت كليك وتجيب بروبرتس هنا، تمام، وتجيب الرن وتقول له انا عايز احدد فين الكلاس اللي فيها المين اللي فيها داله المين، وتقول له براوز تطلع لي الكلاس وتقول له سيلكت المين وتقول له اوكي. في الحاله دي، الحاله دي اقدر ادوس على السهم الاخضر ورن منه، تمام، اقول له 4 5 انتر يطلع لي المجموع. في طريقه رابعه للرن، ايه هي؟ انك لو طالع الاوت بوت تحت تقدر ترنه كده، تدوس على ري رن، ري رن اعاده التشغيل مره تانية، يقوم يعيد التشغيل وتدوس له ايه، ها، وهكذا. يبقى في اكتر من طريقه للرن، تمام. طب تعالوا نروح بقى على الهارد ديسك ونشوف الفولدر ده. هبص افتح الفولدر هلاقي فيه سورس، هلاقي فيه الاكواد بتاعتي كلها هنا، ده الكود بتاعي، وهلاقي محطوط جوه بيلد الكلاسز بتاعتي اللي هي الدوت كلاس اللي بتطلع نتيجه عمليه الكومبايليشن، تمام. ده كان ملخص ببساطه عن ازاي اعمل بروجكت بالنيت بينز. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه نتعلم ازاي نعمل اداره للمشروع، ازاي نشيل مشروع نحذفه ندلته من على الهارد، نشيله من على الميموري. بكده نكون خلصنا حلقه النهارده. شكرا والى اللقاء.